الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله السلام على صاحب السكينة المدفون بالمدينة الرسول المسدد النبي الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد السلام عليك يا أمين الله في أرضه السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولاة بذكر دعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بنائك شاكرة لفواصل نمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارها وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادتك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة
وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الضمائم ترى اللهم فاستجب دعاء واقبل ثناي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعماي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عنا أذانا واظهر كلمة الحق واجعلها العليا وادحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على سيدي ومولاي أمير المؤمنين وياسوب الدين وقائد المغر وقائد الغر المحجلين. السلام عليك يا سيد الله الغالب أيها الإمام التقي علي ابن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدي ومولاي أبي محمد كريم أهل البيت المجتبى ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وآلام التقى محمد علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. الصلاة والسلام على سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان إمامي وإمام الإنس والجان خليفة الرحمن وشريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجك سيدي عجل الله تعالى فرجك سيدي عجل الله تعالى فرجك. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج الفاتحة تسبغ الصلاة على محمد وآل محمد ركعة الزيارة.